بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا ومرحبا بكم حياكم الله جميعا معكم الاستاذ زكي الشعلة في دورة موهبة المستوى الثاني مع طلابي وطالباته المبدعين والمبدعات والمشرفة الاستاذة ليلى السلطان حياكم الله الان في هذه المسائل التالية الان اصبحتم انتم الان محترفون انتم محترفون الان في حل الاجابات قال لنا الذنب من بعد الذنب يكون العقاب ومن بعد التبسم يكون ماذا؟ ما هي الاجابه في هذه المسأله؟ نلاحظ هنا العلاقه من بعد الحدث يكون ايضا اثر للفعل اذا تكون السعاده فيكون الاجابه فقره مين؟ فقره الف احسنتم السعاده جميل. يلا ناخذ السؤال الثاني قال لنا في السؤال الثاني تستهلك سيارة واحد على عشرة لتر بنزين لكل كيلو متر فكم تستهلك لقطع مسافة خمسمية كيلو متر هنا ده قال واحد على عشرة لتر إذا أروح أقسم فقط أقول خمسمية إذا كيلو متر قسمة عشرة يلا بس أشيل الأصفار مع بعض إذا يطلع الجواب كم يصير خمسين إذا تكون الإجابة هنا فقر مين؟ فقرة ب، صح؟ جميل. يلا نروح إلى السؤال الثالث. السؤال الثالث إذا كانت النار باردة والصيف حاراً فإن النار يكون ماذا؟ هنا طبعاً علاقة نقول جملة غير واقعية إذاً الصيف حاراً فإن النار يكون صقيع بارد. جميل أحسنتم صح السؤال الرابع اختر الشكل المناسب ليكون مكان علامه الاستفهام او مر علينا هذا السؤال هنا نلاحظ هنا اعلى وبعدين هنا صار يمين وهنا صار للاسفل اذا لابد ايضا بكون الجهه الاخرى تكون الاتجاه فقره الاجابه في هذه المساله سؤال الرابع يكون في هذا الاتجاه يعني الاجابه تكون فقره مين؟ فقره الف، صحيح احسنتم جميل جميل ما شاء الله عليك. فاطمه فاطمه الكشي رؤيه ممتاز ممتاز يلا ما الشكل المختلف في الاشكال الاتيه؟ نريد ما هو الشكل المختلف في هذه الان ما الشكل المختلف نلاحظ هنا انتبهوا الان يا عيال يا اولاد يا بنات نلاحظ هنا طبعا الاشكال شوفوا الاشكال متواصله ومتتاليه مع بعض مباشره جميع الاشكال متتاليه مع بعض شوفوا الان لاحظوا لاحظوا اذن الاشكال هنا متتاليه وهنا ايضا متتاليه مع بعض ولكن في الشكل الاخير هناك فاصل بين شكلي فإذا تكون الإجابة في هذه المسألة فقرة مين فقرة دال أحسنتم جميل جميل بارك الله فيكم الآن يلا السؤال السادس في أحد الفصول الموهوبين لدينا 12 طالبا تم تقديم عرض للطلاب بتعلم اللغة الأجنبية وهي الإنجليزية أو الفرنسية إذا اختار ثمانية طلاب اللغة الإنجليزية واختار خمسة طلاب تعلم اللغتين، كم عدد الطلاب الذين اختاروا تعلم اللغة الفرنسية؟ هنا أروح أسوي شكل فين. تعرف الرسم؟ أروح أسوي شكل فين علشان أعرف الإجابة. يعني أنا هنا تعلم اللغة الإنجليزية وأيضا هنا تعلم اللغة الفرنسية أروح أوجد أكتب الأعداد المشتركة. ثمانيه طلاب اللغه الانجليزيه اذا بصير عندي ثلاثه وايضا خمسه مشتركين اذا صارت عندي ثلاثه وخمسه اذا الباقي كم؟ لان المجموع الكلي كله كم؟ 12 طالب المجموع الكلي صح؟ اذا ثلاثه وخمسه هنا الجواب كم يصير عندي؟ اربعه علشان يصير المجموع الكلي اربعه طلاب. فإذا تكون الإجابة سؤال فقرة مين فقرة ب إذا الإجابة سؤال السادس فقرة ب بالنسبة للسؤال الخامس يا رؤية ذكرنا أن الإجابة تكون فقرة مين فقرة دال السؤال الخامس جميل يلا نأخذ سؤال سبعة الكلمة المختلفة فيما يأتي ما هي زئير وهو صوت الأسد خرير صوت الماء وفحيح صوت الأفعى وهديل صوت الحمام نلاحظ أغلب الأصوات كلها صوت حيوانات ما عدا الخرير صوت الماء إذا تكون الإجابة فقرة ب يلا ناخذ سؤال ثمانية العلاقة بين البيت والباب مثل العلاقة بين مر علينا هذا السؤال مثل العلاقة بين الطائر والجناح لأن علاقة جزئية الباب جزء من البيت والجناح جزء من الطائر جميل يلا سؤال عشر تسعة حطوا صح إذا كانت إجابتكم صحيحة وإذا كانت إجابتكم غير صحيحة ضعوا علامة خطأ وصححوا الإجابة العلاقة بين القوس والسهم مثل العلاقة بين مين ومين هنا قال لنا القوس ينطلق ايضا او القوس يساعد على انطلاق السهم صح اذا الاجابه تكون فقره ب المدفع والقذيفه لان القذيفه ينطلق من المدفع او المدفع تساعد على طلق القذيفه سؤال عشرة الفلات ما معنى الفلات معنى الفلات ما هي معنى الفلات هي الصحراء جميل يلا سؤال الآن 11 محيط الشكل المجاور عادة علشان أوجد المحيط أروح أجمع الأعداد أجمع الأعداد له الأضلاع كلهم أنا عندي هنا عشرة وهنا عندي ستة وأيضا عندي أنا هنا اثنين وهنا عندي سبعة وهنا أربعة وهنا أيضا طبعا هذه ستة وعندي هنا أربعة وعندي هنا سبعة الآن ما هي المشكلة المشكلة في هذا القياس كم وهنا أيضا خلاص ستة عرفنا وأيضا هنا عرفنا ستة أيضا عرفنا خلاص لأن مقابلين مع بعض ستة وستة عرفنا ولكن هذا القياس هنا كم القياس اللي في علامة الاستفهام كم كيف أعرفه أروح أجمع أربعة مع سبعة هنا شو لاحظوا أربعة مع سبعة صاروا 11 عشر أشيل منهم اللي موجود عندي أنا هنا كم موجود عندي اثنين ويا سبعة ناقص تسعة الجواب كم صار الجواب اثنين إذا صار عندي الإجابة في هذه المسألة اثنين سنتيمتر استنتجتها. الآن أجمع الأعداد كلهم عشرة واثنين وسبعة وستة وأربعة وأربعة أجمع مجموع الأضلاع كلهم يطلع لنا الإجابة مجموعهم الإجابة فقرة مين فقرة دال جميل أحسنتم تمام يلا نأخذ سؤال أيضا سؤال 12 مين اللي بيقرأ سؤال 12 مين اللي بيقرأ مين اللي بيقرأ السؤال نقول على طوع يلا يقرا على طوع الان وينك يا علم طوع نعطيك المايك الحين يا علم طوع وقرا سؤال يا علم طوع وينك يا علم طوع ندور اسمك وينك يا علم طوع يلا رسالك لك رساله يا علم محمد يلا علم طوع رسالك لك رساله افتح المايك تسمعوني اي نعم نسمعك يلا اقرا اقرأ النص ثم أجيب عن الأسئلة 12 و13 و14، في, في إحدى الليالي الصيف المقمرة، وبينما كان القمر بدرا يسطع فيغمره نور أيوة. الكون، قرر أفراد العائلة السهر على سطح البيت كما اعتادوا أن يفعلوا في مثل هذه الليالي. طو... طوت... طوت دون طوت دني دينا طوت دينا البس 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 المخصص للجلوس فوق السطح وشارك أخوها ليث في نقل الوسائل الصغيرة والأب والأم أعاد أم العشاء أما العشاء تمام أما الجدة واصل اه سكرت المايك اما الجده فلم يكن بمقدورها ان تحمل سوى طبق القش الذي باشرت بجدل عيداني وتنسيق الوانه جميل جميل اذا قرأ شكرا يا علي مطوع القراءه طبعا شوف الان القطعه طويله جدا 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 صح؟ فاذا احيانا ممكن ما يمديني ان انا اقراها كامل ولكن هنا من خلال الاسئله استطيع اعرف اقراها عن طريق طريق ليزري او بطريقه سريعه ضع عنوانا مناسبا للناس يلا نضع عنوان مناسب للناس ما هو العنوان المناسب للناس هنا لعبة العائلة مع مين مع القمر فقرة ب الإجابة تكون فقرة ب جميل إذن الإجابة فقرة ب يلا السؤال اللي بعده قال لنا الشخص الذي شبه القمر بكعك بكعك العيد ما هو الشخص الذي هو مين؟ لاحظ هنا لشبه القمر بكعك العيد هي مين؟ هي الام جميل احسنتم اجابتكم صحيحه اذا تكون الاجابه هي الام وايضا ما هو شكل القمر كان؟ شكل القمر كان ماذا؟ كان بدر صحيح الإجابة فقرة ألف كان بدرا جميل أحسنتم يلا السؤال اللي بعده ما الكسر الذي إذا أضيف اثنين على ثلاثة ضرب أربعة على خمسة أصبح الناتج واحد أو بسيط يعني هذا آه بسيط قلنا نضرب مر علينا هذا السؤال قبل شوي اثنين ضرب أربعة عبارة عن ثمانية وأيضا ثلاثة ضرب خمس الجواب خمسة عشر إذا أصبح الناتج واحد يعني أروح نقص خمسة عشر ناقص ثمانية كم الجواب يصير يصير سبعة على كم على خمسة عشر إذا تكون الإجابة فقرة مين فقرة جيم الإجابة فقرة جيم أحسنتم سؤال 12 الآن مين اللي يبغى سؤال 12 غادة غادت وسوال 12 قلنا سوال 12 لعبة القمر مع العائلة تكون الإجابة لعبة القمر مع العائلة يلا ناخذ السؤال بعدين سؤال 16 ما هما الحرفان التاليان المتتاليان أو مر علينا قبل شوي قلنا الحرفان المتتاليان لأن الحروف الأبجدية يعني يكون حرفين ويقفز ويتركوا حرفين هي الإجابة فقرة مين الإجابة فقرة ألف جميل الإجابة فقرة ألف يلا سؤال 17 أي الأشكال الآتية توضع في الدائرة السابقة حتى تكمل المتتالية أيضا حروف أبجدية هناك تسلسل يدور مع عقارب الساعة من أ إلى ب إلى ت. لاحظوا هنا أ ب بعدين هنا تاء. هنا الحروف التالية. إذن هنا أ بعدين باء بعدين تاء في الزوايا. وثاء المفروض وش يصير هنا؟ جيم صح؟ يصير لنا جيم بعدين حاء جيم حاء خاء. إذا الإجابة جيم، إذا تكون هذا السؤال الإجابة مين؟ فقرة مين؟ فقرة ب، طيب الثاني الثاني طبعا من بعد الحاء يأتي أيضا جيم، إذا صار جيم وجيم، إذا الإجابة فقرة ب. يلا السؤال اللي بعده، قال لنا كم عدد الخطوط الموجودة في الشكل؟ كم حسبتوها يا أولاد؟ كم حسبتوها يا أولاد؟ هنا قلنا ممكن نحسب الأطراف ونقسمهم على اثنين. هذا واحد، هذي اثنين، هذي ثلاثة، هذي أربعة، خمسة، ستة، وسبعة، أيضاً هنا سبعة، وثمانية، وتسعة، عشرة، أحدى عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر. 15 16 وهنا 17 18 19 20 21 22 23 24 ممكن انا اخذه بهذه اروح احسب الاطراف كلها اذا طلعوا 24 طرف او نقطه واقسمهم على اثنين اذا تكون الاجابه كم؟ 12 اذا الاجابه تكون فقره مين؟ فقرة ج أحسنتم إذا تكون الإجابة فقرة ج يلا السؤال اللي بعده يمشي خالد بين نقطة البداية والنهاية التي تبعد ثلاثة آلاف متر كما هو موضح موضح بالشكل الآتي ثم وضع الساعة لتدل على الوقت لحظة مرور خالد عندها ادرس الشكل وأجب عن السؤال 19 والسؤال 20 عندي أنا هنا أي المناطق كان خالد أسرع عند اجتيازها أي المناطق ما هي الإجابة ما هي الإجابة نلاحظ هنا المنطقة إيه أخذ كم من الوقت لازم أشوف الوقت كم أخذ من الوقت هنا بدأ 12 بالضبط يعني أخذ ثلث ساعة وبعدين من ثلث ساعة إلى 25 أخذ 25 دقيقة يعني أنا هنا أخذ 20 دقيقة هنا أخذ 25 دقيقة وهنا أخذ أيضا 30 دقيقة إذا أسرع شيء يكون في منطقة A جميل السؤال اللي بعده قال لنا في السؤال اللي بعده كم احتاج خالد من الزمن حتى لا يقطع أول ألفين أول ألفين يعني نجمع هذه العشرين دقيقة والخمسة وعشرين دقيقة يعني كم مجموعهم يصير مجموعهم خمسة وأربعين إذا تكون الإجابة فقرة جيم الإجابة تكون فقرة جيم خمسة وأربعين دقيقة يلا السؤال واحد وعشرين قطار طوله واحد كيلومتر يسير بسرعة واحد كيلومتر دخل نفقا طوله واحد كيلومتر إذا عندنا هذا القطار هذا القطار وأيضا دخل النفق طوله واحد كيلومتر زين وأيضا القطار طوله واحد كيلومتر اللي داخل كله طوله واحد كيلومتر بسرعة يسير واحد كيلومتر كم الوقت الذي يستغرقه القطار لكي يعبر النفق من أول دخوله للنفق خروجه كليا من النفق إذا هنا كيلومتر يعني هنا نلاحظ أن واحد كيلومتر يستغرق في خلال دقيقة واحدة دقيقة يعني بيدخل القطار دخل القطار مشى واحد كيلومتر يعني مشى دقيقة الآن إذا بيخرج القطار إذا بيخرج القطار بصير دقيقتين إذا الإجابة تكون فقرة بدقيقتين يلا الأسئلة الباقي جميل يلا السؤال التالي 22 هذه لازم يصير عندي خيال واسع علشان اقدر اعرف المكعب وكيف طريقه الطي هنا او انكم تسووه ايضا في الحقيقه تاخذوا لكم مقص واوراق وتسووا هذه المكعب وبعدين بيطلع لكم مكعب الاجابه الصحيحه هنا الاجابه الصحيحه تكون الاجابه فقره ج يلا سؤال 22 مر علينا هذا السؤال كل الزواحف طيور وكل الطيور ابقار قلنا هنا طبعا بالنسبه للطيور ايضا مكرره اذا تكون كل الزواحف ابقار تكون الاجابه فقره مين؟ الاجابه تكون فقره ب سؤال ما قبل الاخير السؤال ما قبل الاخير ماذا يحدث لو اختفت الشمس فجاه قلنا احنا ماذا يحدث تنطلق في ماذا هنا طبعا الاجابه فقره ب مكرره بس تكون الاجابه هنا تنطلق في الفضاء بخط مستقيم يلا السؤال الاخير دائما هذا سؤال مكرر ترتيب مراحل نمو الفراشه اولا بيضه بعدين يرقه بعدين شرنقة بعدين فراشة فتكون الإجابة فقرة دال يعطيكم العافية والصحة والسلامة أولادي وبناتي بارك الله فيكم إن شاء الله يوفقكم الله لكل خير وإن شاء الله استوعبتوا وفهمتوا أولادنا وبناتنا يعطيكم العافية والصحة والسلامة تقبلوا تحيات الأستاذ زكي الشعلة مع السلامة